أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين. ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصة والأسواق العراقية ليوم الأحد، وقالت مصادر صحفية إن أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح في بغداد بلغ نحو 144 ألف دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الصرف في بورصة أربيل نحو 145 ألف دينار. طالبت لجنة الزراعة النيابية السلطات في العراق بمنع دخول المنتجات الزراعية المدرجة في قائمة 22 مادة الممنوعة من الاستيراد دعماً للمنتج المحلي والقطاع الزراعي في البلاد. وأوضحت اللجنة أنها خاطبت رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وهيئة المنافذ الحدودية للحد من دخول المنتجات الزراعية المهربة عبر المنافذ الحدودية، مشيرة إلى أنها أصدرت قرارات تقضي بمنع استيراد المنتجات الزراعية واللحوم والدجاج وبيض المائدة والأسماك لدعم الفلاحين ومنتجي الثروة الحيوانية. أعلنت بيانات حكومية هندية أن العراق حل بالمرتبة الأولى كأكبر مورد للنفط إلى الهند من خلال بيعه أكثر من 20 مليون برميل خلال شهر شباط الماضي. وقالت البيانات أن الهند استوردت النفط الخام من العراق بمقدار 2.89 مليون طن، أي ما يعادل أكثر من 20 مليون برميل خلال شهر شباط الماضي، وهو بذلك يأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للدول المصدرة للنفط، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية، حيث بلغ إجمالي تدفقاتها من النفط الخام إلى الهند أكثر من مليوني طن. كشفت دائرة الجمارك الإيرانية أن العراق جاء بالمرتبة الثانية للدول المستوردة بقيمة مالية بلغت 7.3 مليارات دولار. وقال رئيس المصلحة مهدي مير أشرفي إن صادرات السلع خلال السنة الماضية بلغت 112 مليون طن، كان أهمها البنزين والغاز الطبيعي والمنتجات الغذائية. وجاء العراق بالمرتبة الثانية بقيمة 25.6 مليون طن بعد الصين التي تصدرت قائمة الأسواق المستوردة ب 26.6 مليون طن. وقعت إيران والصين اتفاقية تعاون تجاري والاستراتيجي مدتها 25 عاما بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة. الاتفاقية الجديدة تتضمن خارطة طريق ذات أبعاد اقتصادية وسياسية، حيث ستشارك إيران في مشروع الحزام والطريق، وهو المشروع المنوط به تعزيز علاقات بكين التجارية مع آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر إقامة مشاريع بنى تحتية في عدد من الدول. أعلنت وزارة الخارجية الروسية حجم خسائر الاقتصاد العالمي من أزمة فيروس كورونا التي عصفت بالعالم، ووصفت ضعف الضرر الذي سببته أزمة عام 2008. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين إن خسائر الاقتصاد العالمي من الجائحة بلغت حتى الآن أكثر من 3.5 تريليون دولار، مشيرا إلى أن جائحة كورونا ستسجل في التاريخ باعتبارها أحد أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين، حيث أن تداعيات الجائحة طالت جميع مجالات الحياة. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% بفعل مخاوف من تعويم ناقلة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس التي تعوق حركة الملاحة الذي ربما سيستغرق لأسابيع، ما يفرض ضغوطاً على إمدادات النفط ومشتقاته. ومثل الارتفاع الأخير انتعاشاً لسوق النفط بعد نزول حاد في الجلسة السابقة على خلفية مخاوف من تأثر الطلب نتيجة إجراءات إغلاق جديدة مرتبطة بتفشي موجة أخرى من جائحة كورونا في أوروبا والعالم. ختام الموجز، إلى اللقاء.